تحياتي ليك يا زميلي امير ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان من الخيبه الانتخابيه. نظام 10 على 10، يمكن الدخول المدخل ما شاء الله يمكن 7 8 متر مدخل الدخول مدخل الخروج، اعداد بتتوالى، الكثافه العدديه ما شاء الله كويسه جدا. معي المدير التنفيذي للنادي الاهلي العميد محمد مرجان. لازم اقول لك يا فندم شابوه على التنظيم الرائع. لازم، انت قلت لي من حوالي اسبوعين هدخل العضو في اقل من 7 دقائق، ده يمكن اقل فعلا دقيقتين ثلاثه العضو بيدخل وبيخرج وبيركب الباص بتاعه وبيرجع تاني. بجد تعظيم سلام للاداره التنفيذيه النهارده. الحمد لله، وتعظيم سلام لاصغر عامل في النادي الاهلي، وتعظيم سلام لكل العاملين. يعني محمد مرجان انا فرد من ضمن مجموعه، مجلس اداره متواجد عامل لك كل الدعم، تاكيدات من كابتن الخطيب. يمكن احنا وعدنا وتحملنا المسؤوليه، انا مش عايز اقول بس يعني ان شاء الله بعد الساعه 7 ويكون اليوم انتهى على خير وتعلن النتيجه ان شاء الله باذن الله نحتفل مع بعض. يعني انا عايز اقول بشكر كل اعضاء جماعه عموميه النادي الاهلي على الوعي والاستيعاب والنظام. هم اللي عاملين النظام على فكره، مش احنا، احنا كل اللي عملناه احنا اجتهدنا، لكن هم اللي منظمين في دخولهم وفي خروجهم وحتى في الباصات هم بيركبوا مدينه نصر وشيخ زايد، حاجه رائعه ما شاء الله. انا عايز اقول تاني، احنا دلوقتي الساعه 1:30، احنا منتظرينكم لغايه الساعه 7. احنا ما بنشتغلش على 12:30، احنا بنشتغل على رقم قياسي في تاريخ الانديه المصريه. انا لسه يعني يمكن المستشار محمد الدمرداش اللي جاي من اللجنه الاولمبيه ومكلف من اللجنه الاولمبيه وكان شارك معانا في الحوار بتاعنا وكان في مقترحات شارك معانا فيها، قال لي في انديه كتير في مصر لسه ما عملتش لائحتها. في انديه كتير في مصر هتستعين بلائحه النادي الاهلي ان شاء الله في حال اعتمادها باذن الله، لان بيقول لي لائحه مش هنقول يعني ما فيش حاجه يعني كمان الله سبحانه وتعالى وحده، وما فيش فيها حاجه، ما فيش فيها حاجه اسمها اخطاء القران بس اللي منزل ما فيهوش خطا، ولكن دي صنع بني ادم. قال لك انتوا اجتهدتوا ووصلتوا لاقصى حاجه ممكن تشرف اي مجال. في انديه انديه ان شاء الله باذن الله هتلجا لهذه اللائحه، اما مستشار اللجنه الاولمبيه يقول كده وليس له اي مصلحه وهو رئيس نادي اخر ويقول كده، بصراحه ربنا انا سعيد جدا. وفعلا ارجع اقول احنا لينا شرف اللي احنا موجودين في اليوم دوت، لينا شرف اللي احنا شاركنا في صناعه اليوم دوت، لينا شرف. وكل الناس اللي موجوده النهارده العاملين بعضها جماعه عموميه فعلا هيسجلوا اسمائهم ان شاء الله باذن الله في السجل الذهبي للنادي الاهلي. ومش هقدر اقول لك مش هننسى جماهيرنا برضو اللي دايما في ظهر الناس ودايما في ظهر النادي، احنا بنقول لهم دايما على طول متشكرين. بلاش نخرج بره دي اخلاق النادي الاهلي، احنا بنرد بشغلنا، بنرد بمجهودنا، بنرد بتعبنا، بنرد بمكسبنا، مش عايزين نخرج بره الاطار. وقلنا اكتر من كده، احنا مش ضعاف، القوي هو اللي بيشتغل فقط لا غير، القوي هو اللي مش محتاج يوجه كلام لحد، مش محتاج انت بتلعب تحتفل بتشجع فرقتك تقف جنب فرقتك، ده لجماهيرنا. زي ما انا متاكد اللي هم النهارده بيحسوا اعضاء الجمعيه العموميه اللي هم ينزلوا عشان خاطر يعتمدوا لائحتهم، فانا بشكرهم وبشكر اعضاء الجمعيه العموميه. وبتمنى الناس تتدفق اكتر من كده، ان انا ما بشتغلش 12:30، انا بشتغل على رقم قياسي جديد ان شاء الله. محمد، يمكن الاهلي بيعمل الجديد النهارده، النادي الاهلي بيفاجئنا وبيفاجئ اعضائه بالتاكسي النهري من المعادي لجاردن سيتي لنادي الاهلي في مرسى الجزيره بتاعه. ايه الافكار الجميله دي؟ يعني الاهلي بيوصلنا لفين؟ الاهلي واخدنا لحد فين؟ دي فكره الشباب، وزي ما الكابتن قال، الكابتن محمود الخطيب قال، دي فكره الشباب، دول كوادر النادي. النهارده بقى ده اللي احنا بنقول، اما بيجي شاب صغير بيقول لك فكره، لو قفلت الباب في وشه يبقى انت كده خسرته وكده انت حطمته وكده انت عملت له احباط، اما تفتح الباب اسمع الفكره وخدها وشوفها وفرج عليها. ده بالنسبه لكل على مستوى الشباب كله، دول ولادنا. في المندفع وفي المتحمس وفي المتحفز وفي اللي عنده طموح وفي اللي شايفك، معلش ما انا عندي ابني موجود، ممكن في حاجه كتير يقول لي انت ايه الهزار العواجيز ده، ايه الاسلوب، يعني خلاص لازم انت تتفهم الشباب. الفكره دي طرحها لجنه الشباب امبارح على الفور، اخذت فيها قرار على طول نفذناها النهارده ما شاء الله. كل اغلبيه الناس اللي جايه من المعادي سابت عربياتها وجايه في النيل، وفي اروع من كده، وانا قلنا الحمد لله الحمد لله ربنا يتمها بالخير يا رب. النهارده هتبقى احتفاليه، دي من ضمن الاحتفالات انها جايه في النيل عشان تدلي بصوتها وترجع تاني، فربنا يا رب يتمها بالخير ويحفظنا ان شاء الله باذن الله. اخيرا، الخيمه مراقبه بكاميرات في كل مكان ما شاء الله، اشراف قضائي كامل، وكان ممكن ما يبقاش في اشراف قضائي، موجود الاشراف القضائي، اللجان موجوده بكثره، الخيمه كبيره جدا، ما سبتوش حاجه للظروف. انا قعدت في النادي يعني قبل الصلاه وبعد الصلاه، النادي رغم التواجد الاعضاء الكبير جدا ولكن مخصصين ومنظمين، واليوم معدي بسلام الى الان الحمد لله. الحمد لله، هرجع اقول لك تاني، لان دي اسره او عائله النادي الاهلي، دول ولاد النادي الاهلي، العاملين في النادي الاهلي ده بيتهم، هم بيحافظوا عليه، احنا بنمشي وبنتغير
اجيال بتتغير، لكن ده شغلهم، ده اكل عيشهم اللي هم بيحافظوا عليه واللي بيحبوه واللي عارفين قيمه النادي الاهلي من غير ما بتقول لهم، هم موتين نفسهم عشان اعضاء جماعه هم يجوا مرتاحين، يعتمدوا لدستورهم، يعتمدوا لحياتهم. خلي بالك النهارده لو ربنا سبحانه وتعالى اراد وتمت على خير باذن الله واكتملت واعتمدت اللائحه، هيبقى تاني دستور او تاني قانون في تاريخ النادي الاهلي بعد 1908. 1908 اول قانون، النهارده ده هيبقى تاني قانون في النادي الاهلي، فكل الناس فرحانه وهي بتشارك، فربنا يكرم. وانا برجع اقول تاني، احنا ما زلنا في انتظار اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، اعضاء الجمعيه العموميه هم اللي بيشرفونا في كل حته. وبعد كده عايز اقول حاجه، ما تقليش ناس بتتعب وناس بتقعد من الصبح بالليل وسايبه بيوتها، هتبقى محتاجه تزور الكلام ده. الناس الخيبانه دي، الناس خيبانه، فان شاء الله باذن الله ربنا يكرم باذن الله.